قل من يرزقكم من السماء والأرض جل جلاله ينشئ السحاب وينزل الأمطار ويقدر الأقدار وينبت الثمار في الأرض ويجعل فيها مخزونا من المياه ويجعل فيها معادن من الذهب والفضة ومن ما استكشفه الناس مما أخبأه الله لهم في الأرض من زمن إلى زمن مما يستخرج الآن من النفط ومن الغاز وما إلى ذلك. من الذي كونه؟ قل لهؤلاء الذين يعيشون معنا على ظهر الأرض يعتمدون في شؤون حياتهم الكثيرة على ما يستخرج من الأرض من هذا البترول أو الذهب أو الفضة، قل لهم من الذي خزن لكم هذا في المكان الفلاني والمكان الفلاني؟ أنتم في عبث، تعبثون ما تدرون من أوجد لكم هذا وكيف تقوم حياتكم عليه ومين مصدره؟ ما عرفنا فيكم ولا في من قبلكم من أوجد هذا في ظهر الأرض. من أوجد هذا على ظهر الأرض؟ تكنولوجياكم؟ من؟ وزاراتكم؟ من أوجد هذا الماء؟ من أوجد هذا البترول؟ من أوجد هذا الذهب على ظهر الأرض؟ يوجده ويوجدكم أنتم تأخذونه وتلعبون بها وتنسونه؟ يلعبون هؤلاء آل الحضارات كما يسمونهم يلعبون، تعرف يلعبون؟ يلعبون ما دروا، يجرون على ظهر الأرض ما دري. من الذي يرتب لهم ومن الذي خلقهم الذي يقول لأي شيء؟ شلوا يجروا مقطوع في فكرة عن معرفة أصله ونهايته، لا يعرف بدايته ولا يعرف نهايته، غرابة. ثم يقال مفكرين ويقال مكتشفين مخترعين، وين راحوا؟ أوجدوا شيء جابوا شيء ما هم دارين من اللي خلقوه، وجابوا الأشياء المخلوقة وشلوها مثل الذي ضربنا به المثل. كان في بيته راقد نايم ما شعر إلا وهو وسط سفينة ماشية في البحر أو قطار ماشي على ظهر الأرض، إيش اللي جابوا لهنا ما يعرف، وإلى فين ماشي هذا ما يعرف. فإذا لم يسأل ولم يتساءل ولم يشتغل ليش جيت لهنا؟ كيف وصلت؟ وإلى فين يمشي بهذا؟ بوديني إلى فين؟ أي مكان في العالم لم يسأل عن هذا؟ هو عاقل؟ شاف القطار يتسمعون أغاني وتشوفون يتكلمون صلح كمهم. فكر أول إن كنت تعقل من أين جيت ولماذا؟ وهؤلاء يفعلون هكذا. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الحمد لله على نعمة الإسلام.